موقع دكان افكار بتلاقي كل شيء تبيه، شيكوا على رابط الموقع تحت الوصف. واتساب انا اخباركم شو مسوي؟ انا ما شايف، رجعتكم من جديد بمقطع جديد. اليوم جايب لكم راشد، تلاقون رابط قناته تحت في الديسكربشن، روحوا شيكوا عليه وضغطوا باللايكات والاشتراك والاشياء الزينه ذي. اليوم جايب لكم تشالنج اوكي، ضرب ضرب. طبعا الاولى انكسرت من عند علو، هذا الكسر حقها، اللي بيشوف المقطع يشوفه في الديسكربشن. الله، خلنا نبدا بالتحدي. 3 2 1، شاهد كابورا. يا يا مين شاهد كابورا؟ اعظم ممثل هندي في التاريخ. تقولون انتو شاهد كابورا؟ مين شاهد كابورا؟ ايش ايش احسن ممثل عندي هذا. الحمد لله. انتم من وين تطلعون على اليد؟ يا اخي ايش هذا كابورا؟ ايش هذا يا ولد؟ يا ولد حسيت اني مدرس. نقطة لك. يلا انا قبل اختار بسرعه. لا يا اخي جا في خط. لا كذا لا يا اخي والله في خط غط عليه. ما تجي ضربه قويه. 3 2 1، ممثل هندي. تبي كفتكم ممثل هندي صح؟ انا اعرف ايش عرفني بسامي بس هذيك البدايه ممثل هندي. ودي جاهزين؟ 3 2 1. اخو اسمع كيساي. شو اسمه؟ دي جي. غلط. جيبو ادم. غلط. صح تقريبا. جو ولا كوميدي شورت جيمر. كوميدي كورت جيمر. دي جي اسمه راشد. دي جي يا اخي اخو كيساي صار امي باسمه. يلا هذا يا ابوي. دائما انت تتحداني في اي لعبه دائما انتصار لراشد دائما. الركبة. اوه ركبة يا ركبة. الجنز مخرب لكن ما عليك. ودي بس تحس بكهرباء على العظم. اوكي انا برا افتح اللعبة. باي. 3 2 1. نجود. نجود. اضرب امه. اضرب امه يا رجال. انتقم. يلا على الفخر. ثري تو ون. الباتشينو. والله توقعت راشد يبا قبله. يلا انا بعد توقعت يبا بس شو نسيت اسمه. كابتشينو. كابتشينو على الوجه. الحين تسمنا كلها فيها لون احمر بالضبط. اذا ويا عليه احمر كم نطلع؟ ما عليه. يلا انا رئيف فيك. انت دائما تجيب العيد فيا. الله يخليك خلاص هذه مرة خلاص. ما عليه. انت على اسناني. يقول لك تعور يا غبي. هذا نفسك فيها. اللي ما يعرف هاي اهبل. بعطيكم وقتكم تفكروا. اوكي مستحيل. يكون صعب. 2 1. شو فكروا مين اللي بيطلع تلفون يسوي سيرش يسوي؟ ما هندبوني شيتي. يا اخي اعرفه بس ما اعرف. اعطيكم هنت. لا اسمي يبدا بحرف البي. يلا اسمي يبدا بحرف البي. بندب بنكا بوكتا بانكلاك. انا بقول اسم الاول. قولوا اسم الثاني. اسم الاول بقت. بقت سنك. غلط. قول عدله. لبقت سنك. بقت سنك. بقت سنك. بقت سنك. بقت سنك. بقت سنك. ميكا قبل. فز. يس. ميكا قبل. صراحة راشد قال. بسرعة يا بقت سنك.
بقت سين عرفني في امه حط لي شنبه بس ليه بقت سين صعب انت قلتوا صعب بقت سين اختار عضلت رجل وصلنا لنهاية المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك واذا مو مشترك بقناة راشد اشترك واذا مو مشترك بقناة اشترك لاف يو اول جايز اشوفكم مقطع جديد باي بتلاقون موقع نابض الدكان افكار تحت روحوا شيكوا عليه في كود خصم موها بتلاقونه تحت الكود الخصم والموقع كامل اشتروا اي شيء واكتبوا كود الخصم لاف يو اول جايز باي